قضية يمارسها الإنسان على الرحمة في القلب. الرحمة هذا كان فطر غرائزي موجود في الإنسان، ولكن يمكن أن يمارس الإنسان نوعا من الأعمال التي تؤدي إلى قتل الرحمة. ونحن أيها الإخوة والأخوات مطالبون بالحفاظ على هذه الرحمة. كيف يقتل الإنسان الرحمة في قلبه؟ سأعطيكم مثال. والآن أنتم احكموا بنفسكم. لو واحد منكم مر بسيارته على الطريق، فشاف شايب عيون، يعني شايب في الشمس، ومر عليه السيارة ولم يقف له، تجاوزه، يؤنب الضمير صح؟ ما الذي يتحرك فيه؟ الرحمة بذلك الرجل الكبير، الرحمة تتحرك، فتبقى تسأل يا ليتني قتل الليل هذا، ما اني ما انتبهت. طيب مشت مرة، هذه المرة مشت، رأيته في اليوم الثاني ولم تقف له مرة أخرى. سبحان الله، تبدأ تؤنب نفسك. رأيته في اليوم الثالث ولم تقف أيضا، سيكون التأنيب بكلمات أقل. بدأت لغة التأنيب تقل قليلا. في اليوم الرابع لم تقف، لا يكون هناك تأنيب، يكون هناك مساعدة لإظهار القسوة. إيش تقول؟ يقتل له 50 واحد غير يعني. بعدين وبعدين سيارات اجرى ومعرفوا ايش. لماذا؟ لانك مارست قتل الرحمة في النفس. واضح؟ الرحمة الايش الصحيح؟ في المرة الأولى انك ايش؟ ترجع تعود. ولذلك الرجل الذي نزل البئر رأى كلبا، قال هل تذكر من العطش؟ قال لقد أصاب هذا الكلب ما أصابني من العطش. ايش سوى؟ نزل في البئر وملأ خفه فسقاه فشكر الله له. هذه هي الرحمة. والرحمة هو أن تحافظ على وجودها في النفس من خلال مشاكل الحياة. الذي يضرب أبناءه كل يوم ويكون قاسيا معهم كل يوم، إنما يمارس في الحقيقة وظيفة قتل الرحمة في النفس.